أيها الإخوة المشاهدون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. من أمام شجرة الفل التي ترونها أمامكم هناك معلومة قرأتها لم أكن أعرفها من قبل، وهي تجعلني أتذكر الكثير ممن عرفتهم قديما وحديثا، ممن تسقط زوجاتهم بعد الحمل بكثرة، ودائما يتكرر إسقاط زوجاتهم لحملهن ويعانون من تلك المشكلة ولم يهنأوا بوجود الأطفال، والحسرات تلاحقهم على مثل هذه الإسقاطات التي تحصل للحمل. ولكن بعد هذه المعلومة التي سوف أنقلها لكم عرفت السبب، ويجب على من تكررت عند زوجته أو إحدى قريباته هذا الإسقاط أن يوصل هذه المعلومة إليهم، حيث أن السائل المنوي يحتوي على مادة تسمى البروستاغلاندين أو غلاندين، وهي مادة مقلصة لعضلات الرحم، وتشبه في تركيبها المادة المستخدمة للطلق الصناعي، وتكون دائما بكميات قليلة جدا في السائل المنوي. لكن بعض السيدات من ذوات الأرحام الحساسة قد تستجيب أرحامهن حتى على هذه الكمية القليلة جدا، فيفتح عنق الرحم وتحدث ولادة باكرة أو إجهاض لا قدر الله. لذلك يجب الحذر واستخدام الواقي الذكري عند كل حامل تشعر بألم أو تقلصات بعد الجماع. بل إذا كانت السيدة أو الزوجة لها قصة إجهاضات أو ولادة باكرة فيجب عدم حدوث الجماع خلال الحمل، لا مع الواقي الذكري ولا بدونه، وذلك كنوع من الاحتياط، لأن الرحم قد يستثار من الحركة في المهبل أو من الضغط على عنق الرحم أو حتى من الإثارة والتهيج. ومما قد عرفت سابقا أن الأطباء أو بعض الأطباء ينصحون بكثرة الجماع في الشهر الأخير، فإنه يسهل الولادة. ولقد عرفت أناس كثر من الأقرباء أنه يقول: البارحة كنت أجامع زوجتي ثم بدأ الطلق معها الساعة 3 فجرا. إذن هذا فعلا حقيقة ممن أن الجماع يسهل الولادة المبكرة، خاصة عند النساء اللواتي يكثرن من إجهاضهن. وعلى الأزواج أن يحذروا القرب من أزواجهن أو زوجاتهن خلال الحمل إذا كن ممن يتعرضن للإسقاط، بل الواجب أن تبتعدوا في المبيت، أو أن الزوجة لا تكون عند زوجها في البيت فترة الحمل حتى لا تستثار الزوجة أو يستثار الزوج فيحصل بينهما الجماع أو الإثارة، فيترتب عليها إسقاط الحمل الذي ينتظرونه منذ سنوات، ويترتب على ذلك الحسرات. وإن شاء الله سوف أتصل على من عرفته وأوصيه وأحذره بأن يعتزل زوجته ولو كان ذلك
9 أشهر وعليه أن يجرب العزوبية من جديد. أخيرا، إن أعجبكم الفيديو سجلوا الإعجاب والاشتراك والمشاركة وتفعيل جرس التنبيه. دمتم في حفظ الله ورعايته، وصلى الله على محمد عدد ما ذكره الذاكرون وعدد ما غفل عن ذكره الغافلون.